في سلسلة راشن لايف سنتعرف على أماكن رائعة في روسيا التي تكون الحياة فيها أحياناً أشبه بالمسرح. في الواقع إننا في المسرح الذي سنتعرف من خلاله على الثقافة الروسية. مسرح ماريانسكي حافظ على أكثر من 150 عاماً من تراث الأوبرا والبالي. إنه رمز يطلق عليه الروس اسم عاصمة الشمال. لا أستطيع أن أتخيل سان بطرسبرغ دون مسرح ماريانسكي أو المسرح في مكان آخر، الاثنان معا. تجولت كثيرا في سانت بطرسبرغ، إنها جميلة وحزينة وقذرة، إنني أحبها. إنه مسرحي، ماريانسكي هو حياتي. القيصر بطرس الأول هو الذي أسس مدينة سان بطرسبرغ في العام 1703، إنها تعد العاصمة الثقافية لروسيا. التقاليد المسرحية لا تزال حية في مسرح ماريانسكي، من كوكبة نجوم الأوبرا والبالي ولغاية المنتجين والمصممين الذين يعملون خلف الكواليس. نحاول أن نصنع كل شيء بأيدينا للتعبير عن حبنا في ابتكاراتنا. هناك نظام خاص لإنزال الستائر والديكورات إلى خشبة المسرح، حيث عرضت أول روائع تشايكوفسكي وموسورغاسكاي وريمسكي كورساكوف. في هذا المسرح ولدت الأوبرا الروسية وازدهرت. إنها مثل لاسكالا بالنسبة للإيطاليين. هنا النقطة المحورية لكل ما هو رائع. مسرح ماريانسكي ليس لسانت بطرسبرغ بل لروسيا بأكملها. هنا تتم صناعة الأزياء المبتكرة، حوالي 12 زياً في كل موسم. العديد من المصممين الأجانب يأتون إلى هنا لتحقيق أفكارهم. عملت في أماكن لا أحد يهتم بالإنتاج، لأن الأمر أصبح كالمصنع. كنت أعلم أن هذا المنزل ينتج الكثير من الأشياء، لكني لم أشعر بأنني أعمل في مصنع. هناك نوع من الحماسة للإبداع، إنه مصدر للفرح الحقيقي. هذا المساء هناك عرض أوبرالي يعد رمزا للتعبير عن روسيا، بوريس غودونوف للمؤلف الموسيقي الروسي موديس موسوروسكي. في هذا الإنتاج المخرج البريطاني غراهام فيك يحاول العمل إلى نسخة حديثة بعد انهيار الدولة السوفيتية. شئنا أم أبينا، اليوم إنهم ينظرون إلينا نحن الروس بهذه الطريقة في الخارج. العصر الذهبي للثقافة الروسية لازال يحافظ على الهوية الوطنية والتراث التقليدي. الطبيعة البشرية لا تتغير كثيرا. اليوم الحال كما كان عليه منذ 3 قرون. هناك السلطة والغرور والجشع. التاريخ يعيد نفسه باستمرار. بعد عاصمة شمال روسيا سنتوجه إلى الجنوب في جبال القوقاز. نلقاكم بعد أسبوعين في راشن لايف.